खाना नहीं दूंगा ना आज क्या रानी है क्या घर में मैं तो ये बोल रहा हूं जिस आदमी की जुबान तो मैंने बोला मेरा मेरे को ब्लड टेस्ट हुआ है मेरा प्रेगनेंसी के लिए कुछ है तो नहीं अंदर انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. نجمة بوليوود عليا بهات تعرب عن ندمها الشديد لخسارتها لسيدهارت مالهوترا بعد زواجها من رامبير كابور، وخطاب مؤثر وغير متوقع توجهه لها حصريا امام الملأ. قصف متبادل بين إيشواريا راي وعائلة زوجها باتشان تؤكد صحة العداوة الخفية التي خرجت للعلن مؤخرا، وخطوة جريئة من أميتاب باتشان تدمر زوجة ابنها إيشواريا راي. الممثلة أنكيتا لوخاندي تعلن حصريا خبر حملها في برنامج بيك بوس، والمعجبون يعلقون بغضب. نجم بوليوود رامبير كابور يهز الهند ومقاطع حصرية من قلب الحدث. تصل أحداث متسابق برنامج بيك بوس لسلمان خان لمستويات غير متوقعة كل يوم، تبعد الشجارات المتكررة والغير العادية بين الزوجين نيل بهات وإيشواريا شارما. تم تسليط الضوء الآن على الزوجين أنكيتا لوخاندي وفيكي جاينا بعد انتشار مقطع لأنكيتا تعلن بشكل حصري عن خبر حملها أثناء حديثها مع زوجها فيكي جاينا. اتصرحت قائلة: أنا لست بخير، أنا متعبة للغاية، أعتقد أنني مريضة وقد فاتتني فتراتي الشهرية، أريد العودة إلى المنزل. وأضافت على أنها قد خضعت لاختبار الحمل، وقالت: لدي تقلبات مزاجية، هناك شيء يحدث لي. إذ انقسم المعجبون بين مهنئ ومعارض، إذ أكد البعض أنه يجب أن تنقذ نفسها من زوجها السام، وأن علاقتها الزوجية الفاشلة من شأنها أن تؤثر على حياة الأبناء مستقبلا، في حين ينتظر البعض التأكيد الرسمي بعد حصول أنكيتا على نتائج الفحص، والكل يأمل أن تكون النتيجة سلبية. لقد انصدم الجميع هذا الأسبوع بظهور رسمي وحصري لنجمة بوليوود عليا بهات في حلقة فارون دافان وسيدهارت مالهوترا في برنامج كاران جوهر المثير للجدل، إذ قامت بتوجيه خطاب مؤثر لحبيبها السابق سيدهارت مالهوترا تشكره على حبه لها، إذ علقت قائلة: سيدهارت مالهوترا هو في الواقع مغني جيد حقا، إنه شخص يتمتع بصحة جيدة جدا، لا يعشق الحفلات لكنه أفضل شخص يكون في الحفل، يعرف جيدا كيف يجذب الناس إليها، إنه جيد حقا ومضحك، فهو أول شخص ينام في حفلة عيد ميلادها، شهم للغاية ومهدب. أنا ممتن جدا لك يا سيدهارت لأنك أعطيتني الحب الأول في حياتي. قطة إدوارد. لأول مرة وبشكل حصري توجه عليا بهات خطابا خاصا لحبيبها السابق سيدهارت مالهوترا أمام الملأ بعد زواجها من رامبير كابور، إذ اعتبر العديدون أن هذه الرسالة تعد بمثابة تعبير ضمني على ندمها الشديد على فقدانها لحبها الحقيقي سيدهارت مالهوترا بعد تأكدها من غياب الحب والاهتمام من طرف زوجها رامبير كابور. تزا
تزداد التقارير حول اضطراب العلاقة بين إشواري راي وعائلة زوجها باتشان زخمان يوما بعد يوم، وتزداد تكهنات المعجبين باقتراب انفصالها في أعقاب مشاركتها الأخيرة على الانستغرام لبوست تتذكر فيه والدها الراحل كريشنا راج راي، إذ علقت على ذلك قائلة: أحبك إلى الأبد أبي العزيز، الأكثر محبة وعطاء ولطفا ورعاية، لا أحد مثلك، صلواتي لك في هذه الذكرى، نفتقدك كثيرا. فبعد هذا البوست تساءل المعجبون عما إذا كانت إشواري راي موجودة حاليا في منزل والدتها، إذ علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: لماذا لا تلتقطين أي صورة مع أبهشك؟ هناك صور قليلة لعائلة زوجك، فهل هذا يعني أنكما منفصلان؟ كما علق آخر قائلا: الآن لا يوجد أحد هنا ينتقد إشواري راي لتجاهلها لعائلة زوجها تمني لوالدها. ليتصدر النجم المخضرم أميتاب باتشان عناوين الأخبار اليوم بعد أن قام بإهداء منزله لابنته شويتا باتشان الذي يعد واحد من أغلى العقارات في مومباي وتبلغ قيمته 50 كارور روبية، وأطلق عليه اسم شويتا، إذ كان المنزل سابقا مملوكا لأميتاب وزوجته جايا باتشان، والآن قام الوالدان بنقله إلى ابنتهما شويتا، إذ أحدث هذا الخبر ضجة كبيرة بين صفوف المعجبين، وانقسم الجمهور بين من أشاد بأميتاب باتشان باعتباره أفضل أب في بوليفود، وبين من هاجم عائلة باتشان واعتبروا أن هذه الخطوة بمثابة قصف مباشر لإشواريا راي، خاصة أن إشواريا وش تربطهما علاقة عداوة وحقد دفينة لسنوات. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. سر ایک فوٹو سر ایک فوٹو